شوف حنايا البارح كنا عند العائله، الحمد لله استقبلونا رحبوا بنا وقال لك قضاء الله وقدره وناس الحق. ديجا يمات المرحوم كي شافتني قالت لي سبحان الله عليه، قالت لي والله قالوا لنا قياده، قالوا لنا حنا رانا ناس متواضعين متواضعين متواضعين. هي قالت لي والله، قالت لي اسمع، قلت لها لا لا تقدر هذاك شوك تقدري تهدري كلش، نقدر انا بالك نهدر كلش هذوك الامور. حنا يا دوك اختي واش نقول لك، راهي القضيه تمشي، حنا رحنا لهم وقال لك رانا في صدمه وان شاء الله يسمحوا وان شاء الله يحنوا القلوب. وحنا اختي هذا الامر ما لازمش نضخموه، ما لازمش نضخموه، ضخمنا عطينا له اكثر من حاجه ديال، وان كان حادث مرور صح يسرى لامبورت واحد، وراه هذا اللي توفى راه والله راه في شغل وليدي، بصح واش ما لازمش طفل توفى الله يرحمه، ما لازمش الابن ثاني راه صغير في اعز شبابه 23 سنه اكي فاهمه، وراه مقبل على الزواج اكي فاهمه، الناس راهي تدخم تاع مخدرات تاع وسمو تاع، الحمد لله رانا ناس تاع خاطينا كاع الامورها، وجدوهم خوالوهم جيرانوهم كاع حضروا كاع الوسمو والحمد لله.